إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنانة الكبيرة منى شلبي تدخل الآن إلى عزاء شقيق الفنان الكبير أحمد حلمي هي أي يا جماعة لتقديم واجب العزاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفنانة منى شلبي أمام حضراتكم تظهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. حزن شديد، حزن شديد، الجميع حزين، نص نجوم مصر قد حضروا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الحزن، يا الحزن، يا الحزن، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفنانة منى شلبي يعني وتحاول تواسي أخوها وصديقها الفنان الكبير أحمد حلمي، والحزن يعم على وجه الأستاذ أحمد حلمي جراء ما حدث، وفاة أخوه شقيقه. الحقيقة خلينا أقول لحضراتكم نحن الآن متواجدون، في يعني مسجد الشرطة بالشيخ زايد. نجوم الفن حضروا زي فيفي عبده، لبلبة، الفنانة الكبيرة منى شلبي، الفنانة بشرى، أو أمام حضراتكم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. نجوم الفن قد حضروا زي ما قلت لحضراتكم، فنانة لبلبة، الفنانة فيفي عبدو، الفنانة يعني بشرى، والفنانة منى شلبي، الفنانة يسرى، والفنانين وفنان محمد عادل إمام قد حضر أيضا، المخرج محمد عادل إمام، مخرج خالد يوسف. تقريبا ده يا جماعة أتقل عزة يعني حصل خلال الأسابيع الماضية أو الشهور الماضية. في نهاية العام كان هذا أسبوعا أسودا على فنانين مصر، لأنه وبمنتهى الحزن نقولها هناك فنانون يعني توفوا ورحلوا عن عالمنا في هذا الأوقات، ولكن كثيرون هم في هذا الأسبوع. نتكلم على شقيق الفنان يعني أحمد حلمي وحمات مصطفى خاطر، وشقيق الفنان طاهر أبو ليلى، والفنان أشرف عبد الغفور، والعديد والعديد من الفنانين قد حضروا هنا جميع الفنانين قد حضروا إلى هنا لتعزية الفنان أحمد حلمي في وفاة أخوه. زي ما حضراتكم شايفين الصورة لا تكذب أبدا، الصورة المتواجدة الآن هي للفنان أحمد حلمي وهو في حزن شديد للغاية. ادعوا له بالرحمة والمغفرة يا جماعة، ادعوا له ربنا يا رب يصبره، وربنا يا رب يجعله من يجعله من الصابرين في هذه الأرض. فنان أحمد حلمي، الفنان أحمد حلمي دائما ما كان يمتاز بالأخلاق الطيبة الحسنة، وعند الإعلان عن وفاة شقيقه قام بكتابة بوست على منصات التواصل الاجتماعي يقول فيها أنه يعني ادعو يطالب جمهوره بالدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة. عمل العزاء في مدينة بنها منذ عدة ساعات، تكلم على امبارح، وتم الإعلان أنه هيكون لزمايله هنا في مسجد الشرطة اليوم. نجوم الفن جميعهم بلا استثناء قد حضروا، والآن نتابع مع حضراتكم الفنان كريكا. ده كريكا ده يا جماعة؟ الفنان الكبير عصام كريكا متواجد مع الفنان أحمد حلمي لتعزيته وتقديم واجب العزاء له. طبعا إذ ونحن في موقع صوت الناس نتقدم لحضراتكم ب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ادعو له بالرحمة والمغفرة، ادعو له. حزن شديد على وجه الفنانة الكبيرة يسرى والفنان الكبير أحمد حلمي والفنانة منى زكي، يعني والجميع بيحاول يداري بعض من الحزن الاستكمالي اليوم، ولكن تفاصيل اليوم صعبة لأنه ظهر الفنان اهو زي ما حضراتكم شايفين الجانب الثاني. فنانة يسرى تقف اهي امام حضراتكم، فنانة يسرى تقف امام حضراتكم و اهي امام حضراتكم الفنانة يسرى، الفنانة يسرى امام حضراتكم الان، و جموع الفنانين يخرجون لتعزية الفنان الكبير أحمد حلمي، الفنان الخلوق الطيب أحمد حلمي.
تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ادعو له بالرحمة والمغفرة. الفنان مصطفى قمر خرج منذ عدة دقائق، والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان ماجد المصري أيضا كان من أوائل الناس، والراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة دينا، فنانة فيفا عبدو، والفنانة لبلبة، والفنانة يسرى الآن تقدم واجب العزاء أمام حضراتكم دقائق وتظهر. وإذ ننقل لحضراتكم هذا العزاء، نتقدم لأسرة الفنان أحمد حلمي بخالص العزاء، يعني لوفاة شقيقه. نجوم الفن متابعينا الكرام بلا استثناء قد حضروا إلى مسجد الشرطة في هذه الساعة ومنذ ساعة ونصف من الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ادعو له بالرحمة والمغفرة. حتى يعني كل من يعني رصد كاميراته وموبايله أمام الجميع، الكل يقدم كلمات حزينة صعبة عن الفنان. الفنانة يعني إن لم يخونني النظر، الفنانة رغدة تقريبا. وخليك أستاذ زي ما أنت، خليك بقى شوية. نجوم الفن يقدمون العزاء للفنان الكبير أحمد حلمي. شقيقه قد مات، قد رحل، شوير الكابتن شوير أمام حضراتكم الآن، كابتن محمد شوير أمام حضراتكم الآن. و طبعا أنا كل ما بلاقي نجم نظرا لأن يعني الصورة بعيدة شوية، الكابتن شيكابالا، شيكابالا هو أمام حضراتكم. كابتن شيكابالا وكابتن شوبير، يسرى وبشرى، والجميع في حالة حزن لفراق شقيق الفنان أحمد حلمي. منى زكي تتلقى العزاء في الداخل للسيدات، وأحمد حلمي وأسرته يتلقون العزاء للرجال. والفنانة دينا دنيا، الفنانة دينا راقصة دينا قد جاءت منذ عدة لحظات لتقديم واجب العزاء وغادرت. الفنانة يسرى أيضا، لبلبة وفيفا عبده ولفيف من نجوم الفن حضروا إلى هنا. حضروا إلى هنا ادعو له بالرحمة والمغفرة شقيق الفنان الكبير أحمد حلمي في ذمة الله. والآن اللحظات الختامية للعزاء الخاص بشقيقه، نتابع مع حضراتكم أيضا نرصد وصول النجوم، نجوم الوسط الفني بأكمله، وأيضا نتابع مع حضراتكم تلقيهم وتقديمهم لواجب العزاء. وإذ نحن وننقل لحضراتكم هذه التفاصيل، نتقدم لأسرة الفنان الكبير، أو زي ما حضراتكم شايفين أسرة الفنان الكبير أحمد حلمي بالعزاء والتعزية. نتابع. محمد عمر، محمد
نجم كبير وإنسان محترم الفنان أحمد حلمي. البقاء والدوام لله. الأولى يا جماعة فنانة هنا الزاهد زي ما حضراتكم شايفين. فنانة هنا الزاهد أمام حضراتكم الآن بعد أن قدمت واجب العزاء. يلا متبوك ومشت.